أنا سعيدة جدا أن أنا بشارك في مبادرة محترمة زي دي، لأنه فكرة أن الدولة تدعم مشروع زي ده دي حاجة عظيمة. مريض السرطان بيعدي بمراحل صعبة جدا من العلاج، مراحل نفسية وصحية مرهقة جدا وجسدية مرهقة جدا، وبيبقى عنده حالة من التخوف قوي أنه هل أنا في يوم من الأيام هقدر أخلف ولا هأصاب بالعقم نتيجة العلاج الكيماوي. ودي حاجة قاسية نفسيا قوي، أنه أنا ما بقاش قادر أكون أب أو أم بسبب أني أنا ما عنديش اختيار، لأني لازم أتعالج وإلا حموت، فبالتالي في مقابل أن أنا أعيش هخسر حاجة زي كده، ودي حاجة قاسية جدا. فكرة أن الدولة تعمل الوعي ده وتنشره وتوفر مشروع طبي محترم عشان تقدر الناس بعد كده تتعالج وتخلف وتستمر في حياتها بشكل طبيعي، دي فكرة عظيمة. الحقيقة أنا اشتغلت مع هيثم وإحنا صغيرين جدا، كنا لسه سنة أولى فن وتمثيل وبنخبط أنا وهو لسه، والحقيقة إنه كان زميل محترم جدا وعزيز جدا وهادي وجميل وطيب. وهيثم يعني زي ما قلت عاش حياة قاسية جدا نفسية، والحقيقة إنه كان بيعاني يعني من وحدته بشدة، ويمكن ده من رحمة ربنا عليه إنه يجمعه بقى بالناس اللي بيحبوه. لا طبعا أنا بحب التمثيل جدا جدا، وده ده ده بدايتي الحقيقية. تقديم البرامج جزء من شخصيتي وجزء من هويتي، ما أقدرش أنكره، بحبه جدا، ولكن التمثيل بيشبع عندي برضو حتة كده فنية إن شاء الله في رمضان الجاي إن شاء الله. بس لسه مفيش حاجة، ما بدأناش نحضر يعني فعليا، فمش عايزة أتكلم عن الموضوع ده غير لما نبقى يعني دخلنا فترة التحضير. شكرا. مرسي.